تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وبمشاركة مملكة البحرين، انطلقت يوم أمس في الرياض فعاليات الملتقى السعودي الدولي للسفن البحرية والذي يستمر حتى 26 من الشهر الجاري، ويبحث قضايا تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية والتهديدات الإقليمية. في هذا الاتجاه فها نحن اليوم بمشاركة مملكة البحرين، انطلقت في الرياض أعمال الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية بعنوان أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية على المستوى الوطني والدولي. ويهدف المؤتمر إلى بحث تأمين الممرات البحرية خاصة مضيق هرمز وباب المندب والسويس التي تعد ممرات حيوية في طريق الصادرات والواردات العالمية وتتعرض لتهديدات ينعكس أثرها على الاقتصاد العالمي. حقيقة يعني وجود دول مجلس التعاون بشكل عام يحدد أهمية الأمن البحري للمنطقة كاملة، وإحنا يعني من جهتنا إحنا نتكلم عن منطقة الخليج العربي، لكن هذه ما يمنع أهمية الممرات الاستراتيجية، دخول السفن من البحر الأحمر باب المندب إلى هرمز إلى الخليج العربي، وهذه حقيقة أهمية التكتلات البحرية ووضع استراتيجيات واضحة لتحديد كيفية وضع استراتيجية واضحة للأمن البحري في المنطقة في ظروف التهديدات الحالية. ويتناول الملتقى 5 محاور رئيسية يقدمها مجموعة من الخبراء عبر ورش عمل تستعرض الممرات البحرية الاستراتيجية والتهديدات الإقليمية والأمن البحري والممرات في نظر القانون الدولي، إضافة إلى مكافحة الجريمة في البيئة البحرية من خلال التعاون الدولي. هذا الملتقى الهدف منه تواجد الخبراء والمختصين مع قادة القوات البحرية في دول المنطقة ودول العالم لمراجعة ومناقشة تحديات وتهديدات الأمن البحري وسبل والكيفية التي نستطيع بحول الله أن نأمن الأمن البحري ونأمن تأمين البحر في المنطقة بالمشاركة مع دول المنطقة. وهناك تحالفات تم الإعلان عنها في السابق، تحالفات الدولية، والمملكة العربية السعودية مشاركة في هذا التحالف، والهدف من ذلك هو منع أي تهديد لحركة حولة الملاحة البحرية ومنع أي تهديد قد يؤثر على حركة الملاحة. ويسعى الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة والصديقة لتأمين حرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية والأماكن الحرجة، وتعزيز الأمن البحري في الممرات البحرية الاستراتيجية وحماية خطوط المواصلات. يعد هذا الملتقى فرصة لمناقشة التحديات وفرص تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية، حيث يلتقي فيه صناع القرار في البيئة البحرية على المستوى المحلي والدولي والإقليمي والشركات الرائدة حول العالم في هذا المجال. سامي الحمود لتلفزيون البحرين، الرياض.